صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. صباح النيل عليك، على الخير عليك استاذ نهى. صباح الخير استاذ سعيد، ونبدا مع حضرتك بالمباراه اللي بينتظرها عشاق وجمهور طبعا النادي الاهلي في كاس مصر، الاهلي مقابل انبي. شايف حضرتك الماتش ده ازاي واهميه هذه المباراه خصوصا بعد المستوى الغير مرضي خلينا نقول اللي ظهر بيه الاهلي في المباريات الاخيره؟ طبعا هتبقى مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي بسبب الضغوط اللي حاصله في الفتره الاخيره ومستقبل مستر بيتسو موسيماني بعد ما صار جدل كتير حوالين فكره ان هناك اتجاه لتغيير المدرب او في مدارس بدا النادي الاهلي يفكر فيها. فبالطبع هي هتكون مباراه صعبه جدا، الاهلي بيلعب تحت ضغوط لاول مره من فتره طويله جدا جدا. خساره الدوري العام ثم خساره السوبر المصري امام طلائع الجيش بيخلي المباراه النهارده صعبه للغايه، يجعلها اصعب فكره الغيابات. بيرسي تاو الصفقه اللي كان مستر بيتسو موسيماني بيعول عليها كتير جدا في انطلاقه موسم قوي، ايضا انضم لي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، بدايه فيها سوء او قله توفيق في انطلاقه الموسم بالزبط. فكل الامور دي هتخلي الماتش النهارده صعب جدا للنادي الاهلي وبيلعب تحت ضغوط اكبر واعلى. طب لو حضرتك ممكن تكلمنا عن الانتقالات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت والقيد وابرز الصفقات يعني اللي حصلت في الانديه المصريه في الفتره اللي فاتت. طيب لو نتكلم بشكل عام في الكره المصريه نقدر نقول ان نادي فاركو ونادي فيوتشر اف سي هم اكتر الانديه اللي عملت صفقات قويه جدا. فيوتشر وضع ميزانيه ضخمه جدا وكان في معايير واستراتيجيه واضحه في تعاقداته، يمكن لجأ لفكره ان هو يعمل دمج ما بين عناصر الخبره اللي عندها تجارب قويه مع النادي الاهلي والزمالك زي جنش في حراسه المرمى ورباعي النادي الاهلي كريم نيرفيد وسعد سمير وكريم البدري واحد لاعبي شباب النادي الاهلي ايضا، كمان ضم هداف الدوري التونسي ايمن الصفاقسي وكمان ضم هداف الدوري الغاني تايلور، مجموعه صفقات قويه جدا، ضم اثنين لعيبه من بيراميدز محمد فاروق وطارق طه، فبشوف ان هو افضل الانديه في هذا الميركاتو. ايضا هينافس من وجهه نظرك في هذا الموسم على اللقب؟ اعتقد هو ربما بيكون المنافسه على المربع الذهبي هو الهدف الاساسي للانديه اللي بتبقى بتصرف كتير، لان فكره المنافسه على اللقب هي دايما عندنا محصوره بين الاهلي والزمالك، صعب ان انت تناطح الاهلي والزمالك. تاخد وقت مع فريق جديد على ما الناس على اللعيبه ما تاخد على بعض. صحيح. على ما يبقى فيه اصلا روح البطل زي ما بيقولوا. صحيح. دي برضو بتاخد يمكن وقت شويه، مش من اول ما الواحد يجيب صفقات كبيره بينافس على اللقب على طول. صحيح، مش من اليوم الاول تقدر تعمل ده، لكن تقدر تقول انه يستطيع المنافسه على المربع الذهبي لانه عمل المعادله اللي احنا اتكلمنا عليها، فكره ان انت تتعاقد مع لاعبين لعبوا تحت ضغوط في الاهلي والزمالك وايضا تضم لاعبين سوبر ستار زي هداف الدوري الغاني هداف الدوري التونسي، فانت هنا عملت معادله قويه جدا تستطيع ان انت تنافس على المربع الذهبي وتضمن المشاركه في احد البطولات الافريقيه. فبشوف ان ده الهدف اللي هم حاطينه من البدايه، وبشوف انه بالصفقات دي قادر نادي فيوتشر اي في سي ان هو يكون في المربع الذهبي. ايضا نادي فاركو عمل صفقات على اعلى مستوى في نفس المنطقه، يمكن اقل شويه، لكن ضم عمرو جمال المهاجم الاهلي السابق وطلع جيش مهاجم قوي جدا، ضم ايضا احد لاعبي الدوري الجزائري حمرون لعب كان لاعب قوي جدا في شبيبه القبائل، ضم اثنين من لاعبي الصفاقس التونسي، ضم ميدو جابر ورامي صبري من انبي، يعني ضم مجموعه لاعبين تقدر تصنفهم انهم يلعبوا تحت الاهلي والزمالك في المنطقه اللي تنافس في في, في 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 المنطقه ديت. فتقدر تقول ان ايضا نادي فاركو هيكون فريق قوي، مش هيكون ضيف عادي على الدوري الممتاز، وهيبقى خصم عنيد لكل الانديه. بشوف فاركو فيوتشر هم افضل ناديين في الصفقات، ثم ياتي بعدهم نادي الاهلي. طبعا نادي الاهلي يمكن حقق 90% من اهدافه التعاقديه بانه حافظ على الاعمده الاساسيه عنده اليو ديانج وعلي معلول ومحمد الشناوي، يمكن دول كان بيحاصرهم عروض كتير جدا، فكان فكره الحفاظ عليهم مهمه جدا، ما تقلش نهائي عن فكره ان انت تضم عناصر جديده. ايضا ضم عناصر قويه جدا اهمها طبعا بيرسي تاو اللي هو غايب للاصابه حاليا، وكريم فؤاد في مركز الظهير الايمن، وايضا ميكسوني اللاعب اللي هنشوفه النهارده بشكل اساسي قدام انبي ان شاء الله. طب خليني اسالك، بعد خساره الاهلي السوبر المصري ايه المتوقع منه الفتره الجايه دي؟ هل المسؤولين هيعملوا على تغيير اي حاجه في التشكيلات او في المباريات اللي هتبقى جايه عامه؟ ايه اللي في رايك ممكن يتغير؟ اي خساره للنادي الاهلي في بطوله كاس مصر معناها تغيير بيتسو موسيماني، يمكن بالفعل النادي الاهلي اي خساره سواء النهارده او اتاجلت شويه، اي خساره لقب كاس مصر، يمكن موسيماني محظوظ شويه ان الكاس هيترحل شويه، يعني بالزبط. لو عدى انبي النهارده الامور هتخف عليه شويه، الضغوط هتخف شويه، لكن
لو في خساره النهارده خلاص مستر بيتسو موسيماني مش هيكون في النادي الاهلي، لان بالفعل مجلس الاداره كان غضب بشده بعد الخساره من طلاع الجيش وبعد خساره الدوري. يمكن الناس سامحت شويه في خساره الدوري، لكن في اعتراضات كتير جدا جوه النادي الاهلي عن الشكل وعن الاداء وعن الروح وعلى الروح، على حاجات كتير جدا افتقدها النادي الاهلي في الفتره الاخيره. احساس التشبع اللي حاصل عند سواء الجهاز او اللاعبين، الحاله الذهنيه المتراجعه بشكل مرعب، كل الامور دي جعلت النادي الاهلي يضغط بشده. وحقيقي بالفعل كان في تفكير في ان هو يتم التفاوض مع مدرب جديد، لكن حصل في الساعات الاخيره النادي الاهلي اعلن تجديد الثقه. سمعنا كلام على عماد النحاس كابتن استاذ سعيد ان هو يعني ممكن يكون من الاسماء المطروحه، او يعني هنشوف خلال ساعات اعلان النادي الاهلي عن التعاقد يعني بنسبه كبيره جدا جدا مع حماده صدقي مدرب عام للنادي الاهلي. مدرب عام حماده صدقي مدرب عام للنادي الاهلي بصلاحيات كبيره. يمكن النادي الاهلي ده بديل طبعا للمدرب اللي راح الجنوب افريقي اللي انتهى، بس وهو يعني مشي بسبب انتهاء الموسم، يعني بسبب رغبته، لا بسبب رغبته ان هو يتولى فريق في جنوب افريقيا، عايز يبقى مدير فني. فالراجل انهى التعاقد بشكل ودي مع النادي الاهلي، مفيش مشاكل. تمام. يمكن مستر بيتسو كان مصر على انه يكون مع مدرب اجنبي، لكن النادي الاهلي في المرحله الحاليه اصر على انه يكون عنده مدرب مصري يكون بصلاحيات كبيره، كمان يكون على درايه ومعرفه كامله بالكره المصريه، وكمان كاركتر شخصيه قويه، مش مجرد مساعد عادي، لا حد يستطيع انه يفرض رؤيته، يستطيع انه يفرض اسلوبه، يستطيع ان يتدخل وانه يعدل، لان مستر بيتسو اوضح او اظهر بشكل كبير جدا ان عنده قصور في قراءه ومعرفه الكره المصريه، اعترف بده وقال ان انا ارتكبت اخطاء طفل في الموسم الاول ليا، هتداركها في اللي جاي. يمكن البدايه قدام طلائع الجيش ما كانتش مبشره، وده اقلق مجلس اداره النادي الاهلي اكتر، فدفعوا لانه يستعين بمساعد مصري، ومش اي مساعد، مش مساعد روتيني، لا مساعد عنده تجارب وخبرات وشخصيه كبيره زي كابتن حماده صدقي. فاعتقد ان دي الخطوه الاولى، ربما يتلوها خطوات ثانيه اذا حصل. العقوبات اللي توقعت على اللاعبين والجهاز الفني ده ممكن يساعدهم او يديهم زي حافز او تشجيع ان هم يرجعوا تاني بقوه اكتر؟ اعتقد كان مهم جدا رد الفعل سواء مجلس اداره الاهلي النادي الاهلي او على المستوى الجماهيري، فكره شعور اللاعبين خلال الفتره الماضيه انهم حققوا التارجت، حققوا اهدافهم، اثنين دوري ابطال افريقيا متتاليه، وحاله الدلع المبالغ فيها او المشاعر اللي كان فيها تطرف ما من الجمهور ناحيه اللاعبين وتمجيد بشكل كبير جدا، ده خلى اللعيبه او الحالة الذهنية تراجعت عندهم، وخلى كمان الحافز قل. النهاردة بيلعبوا تحت ضغط أكبر، ده زي ما حضرتك قلتي فعلا هيخلق حافز جديد ودافع جديد ان احنا لا قادرين نعمل، قادرين نشتغل من جديد. وانا اعتقد انها ربما تكون مسار او نقطة تحول في مسار الفريق، لان اللي حصل مؤخرا واللي نقدر نختصر ما قالوا او ردة فعل مجلس إدارة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في ان كل اللي فات انتهى، كل الرصيد اللي انتوا حققتوه خلاص، احنا بنبتدي من الصفر. كان لعيبه النادي الاهلي عندهم التشبع، النهارده هيظهروا بشكل جديد وكانهم لم يحققوا اي لقب في وقت سابق، ده اللي هيبقى نقطه التحول، وده اللي ربما بالفعل يمثل حافز ودافع جديد لانطلاقه جديده. طيب من وجهه نظر حضرتك، لان البعض كان بيفترض هذا الامر ومش عارفين صحته صراحه، ان فكره وجود كابتن حماده صدقي مع الاهلي كمدرب عام، ان هو لو تم الاستغناء عن موسيماني في فتره قادمه قريبه ما يبقاش لسه عمالين يدوروا على مدرب، يعني ممكن ان هو يكون عنده ما يكفي من الشخصيه القياديه والخبره في التعامل ايضا مع اللاعبين المصريين، ان هو يحل بديل لفتره ولو مؤقته لحد ما يتم التعاقد مع تقريبا. ده التقدير السليم فكرة فعلا، ان كابتن حماده صدقي ربما يكون المدرب المؤقت اذا حصل نتيجه ما غير مرضيه، علشان كمان المجلس يبقى عنده اريحيه في التفاوض، يتفاوض من ارض قويه ويختار سي في مناسب للنادي الاهلي، ما يكونش مستعجل باي مدرب وخلاص. فبالتالي فعلا كابتن حماده صدقي عنده المواصفات اللي تخليه يمر بالمرحله المؤقته اذا حصل يعني اي شيء طارئ او تعرض النادي الاهلي لانتكاسه جديده او هزيمه جديده. طيب حضرتك لسه في فرق بتلعب في دور ال 16 وفرق وصلت للنهائي، ايه تعليقك على ده او ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل لان الانديه اللي شاركت في افريقيا زي الاهلي وبيراميدز كان ليها مؤجلات، وصلت لمراحل متاخره او متقدمه من البطوله اللي قبل النهائي او نهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتالي الضغط اللي تعرض للنادي الاهلي ونادي بيراميدز ادى الى تاجيل مباريات، ما كانش ينفع يلعب اكتر من 48 ساعه، مباراه كل 48 ساعه كان هيجيب له، ما كانش فيه اي مساحه نهائي في الجدول. فبشوفه هو امر طبيعي بسبب الظروف الاستثنائيه اللي احنا مرينا بيها خلال الفترات الماضيه،
النادي الاهلي وبيراميدز بس هم الناديين اللي اجل ليهم مباريات، لكن باقي الانديه كان بتسير بشكل طبيعي ولعبت مبارياتها بشكل طبيعي. تمام. طيب خلينا نروح من الاهلي للزمالك برضو استاذ سعيد، عايزين نعرف من حضرتك رايك في بعد تجديد الثقة طبعا، أو مش الثقة، التجديد عامة في العقد للمدير الفني كارترون باتريس كارترون بالضبط، كان هو بنتكلم على وضع النادي حاليا مع صفقات قليلة، صفقات يمكن ما أشبعتش رغبة الجماهير، يمكن في ناس كتير بتتكلم على أن هو محتاجين صفقات تاني، في خصوصا أن في مراكز كتيرة ناقص فيها لعيبة. رأيك هيقدر أن هو ينافس هذا الموسم يحتفظ باللقب؟ إيه اللي محتاجه؟ انا بشوف خطوه التجديد لمستر باتريس كارترون ثلاث مواسم فيها استعجال شويه، ويمكن ده حصل انقسام حواليه بشكل كبير جدا عند جمهور نادي الزمالك ومتابعين نادي الزمالك، لان فكره ثلاث سنين رقم كبير تحديدا، ان في خلاف وانقسام حوالين مدى قدره مستر باتريس كارترون على الاحتفاظ ببطوله الدوري او المنافسه مره اخرى على بطوله الدوري. فانا بشوف رقم ثلاث سنين رقم كبير، كان يعني سنة أو ربما على الأكثر سنتين كان أفضل، خاصة زي ما أنت قلت نادي الزمالك فعليا ما خدش ميركاتو قوي، ميركاتو تعاقداته كانت ضعيفة بسبب الأزمات المالية الكتير اللي كان عنده مستحقات لاعبين ما قدرش يسددها، ما كانش عنده أرض قوية يتفاوض من خلالها مع لاعبين آخرين، فشل في أهداف كتير جدا استهدفها خلال الميركاتو الصيفي. عبد الله السعيد فشل أنه هو يضمه، رمضان صبحي كان في اتجاه لاستعارته ما نجحش انه يستعيره، ايضا حسام حسن اللاعب اللي انضم للنادي الاهلي من سموحه كان اقرب بعد مفاوضات سنه واكثر مع نادي الزمالك، ايضا الزمالك فشل في ضمه. فاعتقد ان الزمالك في الميركاتو ما كانش حاضر بقوه، لكن مستر باتريس كارترون عنده ميزه مهمه جدا جدا، وهي انه بيعرف يخرج بافضل نتائج في اسوأ وضع. يعني هو رجل برجماتي بشكل بحت، يستطيع انه في ظروف سيئه جدا جدا وفي معطيات صعبه انه يحقق اعلى مكسب، وانه يعرف يخرج مرحله مرحله. يمكن شفته بطوله الدوري العام السنه دي في اصعب الظروف يستطيع انه يكسب بهدف واحد بكره ثابته، فريق يحصل على ضربه جزاء، فيقدر وهو سيء انه يحقق مكاسب متتاليه، وانه بيبني شخصيه قويه قادره على المنافسه. فبشوف انه هو انسب واحد في الظروف الحاليه، في الظروف ان انت مش قادر تضم صفقات، في الظروف طيب يعني لو الصفقات، لو هنتكلم على الصفقات في المستقبل القريب للزمالك، تعتقد في صفقات جديده هتتم والتشكيلات عامه بتاعته في تغييرات، اي تغييرات متوقع ان هي تحصل في الفتره الجايه؟ اعتقد في الوقت الضيق ده لا، نادي الزمالك صعب ان هو يضم صفقات بسبب الازمه الماليه، يعني الامر صعب جدا ماليا. نادي الزمالك بيعيش مرحله ربما هي الأسوأ، تراكمات كبيره من سنوات كتير جدا جدا دفعته النهارده ان هو يدفع ضريبه ده. عنده مهمه صعبه جدا في التجديد لبعض اللاعبين زي اشرف بن شرقي، ده الاحتفاظ باشرف بن شرقي اهم من اهم صفقه ممكنه، فكره احتفاظ نادي الزمالك باشرف بن شرقي مهمه جدا جدا، وبالتالي انت عشان تلبي طلبات اشرف بن شرقي الماديه محتاج توفر سيوله كبيره، ومحتاج تدفع مستحقات سابقه ليه واللاعبين اخرين. ايضا طارق حامد كان عنده لغة اعتراض في الفترة الأخيرة، فبالتالي كان بيفكر يخرج من نادي الزمالك، أيضا الاحتفاظ به مهم جدا وترضيته مهمة جدا. فأعتقد نادي الزمالك هيواجه صعوبة في أن يضم صفقات جديدة، خاصة زي ما أنا شرحت في ظل رغبته في الاحتفاظ أساسا بالأعمدة المهمة في الفريق. يعني نقدر نقول اللي اتحقق بالنسبة للزمالك من أمور إيجابية في هذه الفترة تحديدا التجديد بالنسبة لكارتيران، وأيضا تخفيض العقوبة بالنسبة لشيكابالا، يعني المفروض أن هي نزلت تقريبا لثمان مباريات بدل لثمان مباريات بالفعل بدل ثمان أشهر، مظبوط كده؟ ثمان مباريات وأربعة منهم بالفعل عدد 250 ألف جنيه بدل من 500 ألف جنيه. وكمان من المكاسب اللي حققها نادي الزمالك أنه قدر يستعيد مصطفى فتحي، مصطفى فتحي إضافة مهمة جدا جدا بالزبط. جدا للفريق في الفتره الحاليه، في ظل ما انت ما كنتش قادر تضم صفقات جديده او اسماء جديده، لكن انت نجحت تعيده من العار. انا بشوف ان مصطفى فتحي هيبقى اضافه مهمه لنادي الزمالك الفتره الجايه، ويقدر يقدم حاجه جديده للفريق ان شاء الله. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم نكمل باقي فقراتنا، هذه الفقره تحديدا الفقره الرياضيه مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو استاذ سعيد. نرجع تاني لحضرتك ونكمل كلامنا عن الماتش او عن الدوري المحلي او بدل الدوري المره دي بنتكلم عن الكاس. في مباراه اللي هي كانت بين سموحه وبين ايضا فريق بيراميدز بالامس، شفت المباراه دي ازاي، الاداء ورايك في المستوى اللي ظهر بيه الفريقين؟ طبعا بيراميدز ظهر بشكل قوي جدا، ويمكن استغل
التراجع اللي حاصل عند سموحه، سموحه من الانديه اللي هتعاني هذا الموسم لانها فقدت ربما ما يزيد عن 70% من قوتها الهجوميه. مصطفى فتحي عودته للزمالك، احمد عبد القادر عودته للنادي الاهلي، قوه هجوميه ضربه لنادي سموحه افتقدها، فبالتالي كان ظاهر الفارق الكبير ما بين سموحه الموسم الماضي وسموحه الموسم الحالي اللي هيكون متراجع بشده. بيراميدز ظهر بشخصيه قويه من البدايه، واضح انه عبد الله السعيد مركز جدا وعنده رغبه في انه يحقق حاجه في نهايه مسيرته مع بيراميدز. يمكن عبد الله كان متحفز في الاونه الاخيره وضغط بشكل قوي وبذل جهد كبير جدا انه ينتقل لنادي الزمالك، لكنه ما قدرش او فشل في انه يعمل ده، لكنه بيؤدي باحترافيه شديده لحد هذه اللحظه وكان متالق جدا. وبيراميدز يمكن بيشوف ان الكاس فرصه انها تكون بطوله من بطولاته او اول بطوله ليه. هو منتظر الفايز من النادي الاهلي وانبي، هتكون مباراه طبعا ومواجهه صعبه جدا جدا، لكن نقدر نقول انها بدايه قويه لبيراميدز في الموسم وبدايه متواضعه وربما مخيفه لسموحه هذا الموسم. طيب لو هنتكلم على المنتخب وكيروش، رايك فيه ايه ورايك في ممكن ايه تكون مميزاته وايه عيوبه، وهل هينسجم مع اللاعبين ولا هيحصل فيه تصادم في الاول، شايفها ازاي الخطوات؟ طبعا اختيار كيروش هو اختيار عظيم جدا، لان انت امام اسم وسي في قوي جدا جدا وتاريخ عظيم لمدرب شفناه في محطات مهمه جدا مانشستر يونايتد مع السير اليكس فيرجسون، شفناه في ريال مدريد، شفناه مع منتخب البرتغال وتدريب كريستيانو رونالدو، فانت امام سي في جبار ربما الاقوى والاشرس اللي زار مصر، فبالتالي احنا امام حد تقيل جدا جدا. بشوف اهم ما يميز هذا الرجل الشخصيه القويه، ده فيما يتعلق بادارته للمجموعه هتبقى عامل ازاي، وده يتضح من خلال انه قدر بدري قوي يفرض احتياجاته على اتحاد الكوره، انه يختار موعد انطلاق الدوري مش استكمال الكاس. يمكن كان في رغبه عند اتحاد الكوره استكمال بطوله كاس مصر، فهو قال انا عايز اشوف كل الانديه المصريه، عايز اشوف اكبر عدد من اللاعبين، فبالتالي عشان اشوف ابتدوا الدوري اولا، فهيلعب ثلاث جولات من الدوري، فالراجل فرض وجهه نظره بدري قوي. ايضا كان من المفترض ان احنا نكمل مباريات الكاس هذا الشهر، فبالتالي هو طلب معسكر وطلب مباراه وديه امام ليبيريا نهايه هذا الشهر 30 سبتمبر على اساس انه يستعد ليبيا بمباراه وديه. كان مع كابتن حسام البدري ده ما بيحصلش، ما كانش بيقدر يفرض وجهه نظره، ما كانش بيقدر يطلب الوديات اللي هو محتاجها، ما كانش بيقدر يدخل في المعسكرات اللي هو عايزها، ما كانش بيتدخل في تحديد الجدول. فبالتالي احنا امام شخصيه قويه جدا، لان اللي فرض اسلوبه او فرض افكاره مع السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد في اعظم فتراته، والراجل ده ابو مدربي البريمير ليج، حاجه عظيمه جدا جدا. فمن شهادات لاعبي مانشستر يونايتد عن كيروش انه في اوقات مهمه جدا وفي مباريات صعبه جدا 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 كان بيفرض اسلوبه وكان بيتدخل بشكل يجعل فيرجسون مقتنع بيه جدا. فانت قدام شخصيه قويه جدا. طب هذه الشخصيه قويه استاذ سعيد، يعني حضرتك شايفها ان هي هتكون مفتاح في بلاش نقول التحكم، بس مفتاح في اعاده الانضباط مثلا شويه، ان الالتزام الخططي يبقى موجود، يعني برضه فكره ان هو بتحط خطه جديده واللعيبه يلتزموا بيها وتشوف اللعيبه هيبقى كل واحد في اني مركز، دي بتاخد وقت وبتاخد فتره شويه. هل يكفي مباراه واحده وديه قبل طبعا يعني خلينا نتفق ان احنا محتاجين لسيستم ونظام نشتغل من خلاله، واحنا كنا مفتقدين لده في منتخب مصر في سنوات كتير جدا. مؤخرا تدخل في معسكرات ناس بتشوفها بشكل مفاجئ في الفندق، غضب محمد صلاح، مش حاجات كتير جدا جدا كانت محل جدل طول الوقت. فاحنا محتاجين للنظام، محتاجين للسيستم كيروش اللي جاي بيه ده. ايضا لما نتكلم عن التكتيك، لما تيجي تتكلم فكره انضباطه التكتيكي، الراجل ده يتميز جدا بانه مرن بدرجه ممكن ما حدش يتخيلها، يستطيع ان هو يلعب باي شكل عددي وقدام كل فرقه بيلعب بالشكل اللي يناسبها. فانت قدام راجل متنوع، يعني مش ثابت على حاجه ولا عنده جمود في الافكار، لا انت طول الوقت هتفاجئ ان هو بيلعب 4-1-4-1، يلعب 4-3-4-3، 4-4-2 حسب الخصم. يمكن شفته لما يلعب ند خصم قوي جدا جدا زي اسبانيا وهو بيدرب منتخب ايران، فتلاقيه بيدافع بال10 لاعبين تحت الكوره، الناس متخوفه من فكره انه بيدافع، لا هو بيدافع قدام اسبانيا اكتر منتخب بيستحوذ يلعب كره شامله في العالم. فبالتالي لما اكون انا ايران لازم اتراجع ولازم اتحسب ولازم اتخوف ولازم ادافع ب10 تحت الكوره. نقدر نقول انه واقعي، يعني برضه حسب فرق القدرات الفنيه للاعبين، هو يميل لهذه المدرسه الواقعيه البراجماتيه البرتغاليه، هم نفس الفلسفه. ازاي يعني انا يهمني اكثر ان انا ما استقبلش هدف، ده اولا، ثم نبحث عن التسجيل. فانت فعلا هتلاقيه بيميل اكتر لفكره انه يقفل المساحات، انه يدافع بشكل كويس دايما، ده شفناه خلال مسيرته. لكن ايضا عنده تنوع هجومي،
قادر على انه يخلق الفرص بشكل باشكال متعدده. انا شايف محمد صلاح مبسوط بالاختيار جدا، وشايف انه هو هيكون مناسب معاه جدا عقلياتين احترافيتين بشكل كبير جدا. بشوف انه هو هيضيف للكره المصريه اذا حصل على الفرصه وحصل على الوقت الكافي. وكمان ان شاء الله ظروف المجموعه تساعدنا، يعني احنا محتاجين المباراتين الجايين امام ليبيا اذا استطعنا حصد 6 نقاط باذن الله، باذن الله دي هتكون العلامه الفارقه وهتبقى نقطه تحول في مسيره منتخب مصر، لان فعليا احنا بحاجه ملحه للاستفاده من الراجل زي كيروش. ما ينفعش كيروش يعدي من على مصر وما نستفيدش منه، لان ده سيره وتاريخ عظيم جدا جدا وتعامل مع نجوم واساطير كبار جدا. طب شايف ازاي مستقبلنا في تصفيات كاس العالم؟ بشوف ان مستقبلنا هيتحدد في مباراتي ليبيا. ليبيا هو المنافس المباشر ليك في الوقت الحالي، هو متصدر المجموعه ب6 نقاط، فبالتالي انت ال6 نقاط المقبله هي بمثابه اكون او لا اكون في المباراتين، لازم نلعب على الفوز خلال المباراتين. اذا استطعنا باذن الله حصد ال6 نقاط امام ليبيا خلاص بشكل كبير جدا احنا هنستقبل الجابون في القاهره، نستطيع الفوز ايضا ونستطيع ختام المجموعه في الصداره باذن الله ونعبر للدور التالي. بشوف ان حظوظ المنتخب المصري ما زالت هي الاقوى رغم ان المنتخب الليبي متصدر، لكن الشخصيه المصريه وانا بشوف كمان ان هيبقى في منحنى تصاعدي مع تبدل الجهاز الفني ورحيل كابتن حسام بدري وتيان كروش، وكمان صلاح في المراحل الاخيره انتظروا نسخه اخرى من اللي احنا شفناها خلال الفترات السابقه، لان صلاح بيبقى حريص جدا انه يكون متواجد في كاس العالم لانها تفرق معاه هو تسويقيا وتفرق معاه هو في صراع الكره الذهبيه وصراع افضل لاعب في العالم. صلاح دايما قدام اي منافسه جديده بيتالق وبنشوفه دايما بيبدع. الف شكر لحضرتك استاذ سعيد علي الناقد الرياضي، نورتنا في هذا الصباح. اشكرك استاذ، شكرا ليك يا استاذ سعيد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.